الكمبيوتر ده في حاجات بتعجبه وفي حاجات مش بتعجبه. طيب نديكوا فكرة حتى بالكلام مش ليه. ببساطة سامبول ميديكال ميشنز احنا بنخدم في حوالي 20 دولة في آسيا وأفريقيا، بلاد كلها فقيرة جدا طبيا، بيطلعوا دكاترة مسيحيين عموما من خلال السيستم ده، يعني يروحوا يعملوا قوافل طبية، وطبعا بتبقى شهادة للمسيح، والحكومات بتقدر جدا، وفي كتير منهم فتحوا لهم مستشفيات الجامعة ومستشفيات، وبيطلعوا على القرى كمان، فبيخدموا الناس اللي عمرهم ما شافوا طبيب وعمرهم ما خدوا دواء. وفي بلاد في أفريقيا ما فيهاش أخصائي، يعني ممكن بلد كاملة زي بوروندي ما فيهاش راجل بتاع عظم، فاللي يكسر يفضل معوق طول العمر، فلما يروح دكتور عظمة ما بينامش، يعمل له مثلا 50 عملية في 5-6 أيام ويبقى مش لاحق ينام من كتر الشغل. فالبلاد دي الحقيقة الخير فيها كتير قوي، وبرضو تقدروا تجوين، يعني لو كان تكتبوا سامبول ميديكال ميشن هيطلع لكم السايت ويطلع لكم المجلة الدورية، تقدروا من خلالها تشاركوا إذا كان طبيب أو صيدلي أو طبيب أسنان أو علاج طبيعي أو ميديكال ستودنت، كل دول بيدخلوا في الميديكال ميشنز وبيعملوا حاجات حلوة يعني تفرح ربنا، لأن احنا غرضنا الكل يخدم بقدر الإمكان والكل كمان يتخدم.